الاسيوم غالي والفلاح ما كلها صار. السبب هو شنو؟ هو غلى العلفه. السبب الحكايه هو غلى العلفه. القلبه نتاع الشعير ب 30 دينار. بالك قلت هاني ريتها قش ب 30 دينار. معناها ريتو راهو الفلاح ماكل العصا والوكيل ماكل العصا. المسؤوليه ذي نحبوا نعرفوها نتاع شكون هي؟ مسؤوليه الدوله. العلوش ريتو اذا ياكل 20 قلبه في العام في 360 يوم 20 قلبه ب 600,000. وهو مشري ب 400 يتكلف بمليون قداش بيعوا الوكيل مصروفه اليومي قداش؟ فهمتني ياكل في 3000 4000 كل يوم. علوش ياكل في 3000 و 4000 كل يوم. صدقني ريتو مرهونين اصل للمزودين في العلف. خويا يبيع لك الشكاره بتاع 50 كيلو ب 75,000 خذ ولا برع على روحك. الاسوام القرن بركه ب 500,000 مشيت تسوم تو في واحد صغير قداك قال لي مليون و 250 ما فيهوش حتى 10 كيلو لحم. مليون و 250 على القرن نتاعو برك. هما عندهم الحق، العلفه غاليه وكل شيء غالي. ما زاد المواطن وين هو؟ المواطن شنو مشى بطن ما يضحيش؟ ميزانيتك اليوم تسمح لك باش تضحي؟ والله العظيم ان المراه قاتلي ما تضحيش. قاتلي ما غنت تشري السنه. اهم حاجه باش نضحي مش نشري قطوس عاد بلا باخي ما نشريش قطوس. هو نحبش نضحي بالضحيه لله. اما مش بالطريقه هذه. هما صحيح عندهم الحق، العلفه غاليه وكل شيء، سبحان الله. واحد شنو مش يضحي مليون؟ اقل شيء ما علوش اللي عينيك ما مليون. هذا قلت لك هاو مزيان مليون و 250 وعينيك مش حالي عليه. ما فهمتش شنو المشكله شنو فيه. وديجا هانك ترى ما فهمش برشا عليه، ما فهمش برشا علاش. ما كلش مازال باهي مازال، اش مازال العيد؟ 9 ايام راه الجمعة. معناتها نورمال راه الناس راهم معبي راهم الناس تاخذ كل شيء. اما وين؟ بولت القرد في مدينه ب 25 دينار. فهمنا التبن كانت قبل العباد اربط وهز التبن، سبعه بلت تبن ب 10,000 وب 11 دينار. فهمنا واش مش نقول لك الفلاح ربي يخلص واحلو، المواطن لبس عليه باش نحطك، مواطن تونسي راهم فهمتني عليهم امورهم رجله، واللي يحب يضحي من 400 حتى ال 1400 وكل قدير وقدر. فهمنا مش نمشي ناهلوها نحن الامور ولا اول عام، هذه اللي حبل على الجراره. ملي تخلقنا في الدنيا هكا والدنيا اللي كان يخلص في 500 اصبح يخلص في مليون ونص توا. ما فهمتني؟ يرحم بيك ما نغلطوكش. فهمنا؟ هذيك هي الحياه، مش نقعدوا نقنوا في الدينار التونسي، الدنيا كلها شعلت عارفي. والله شو نقول لك توا احنا كي تقارنها بعنيول يعني طبيعي باش تكون زايده شوي، فهمت؟ لكن حسيت كانوا مبالغ فيها شوي. مع الفلاح يشكي يقول لك اني الاسعار نتاع مش عارف العلف اسعار القرد مش عارف شنو كومين. فما كانوا شويه زياده يعني قارن بالعلوش اللي شريته عامني بالسنه. فما زياده كبيره مش صغيره. ميزانيتك اليوم تسمح لك تشتري العلوش اللي تحب عليها انت؟ والله المواطن بصفه عامه، المواطن بصفه عامه لا ما ينجمش. اللي يكون عنده هكا البلوس شوي اي ينجم يخلط، فهمت؟ لكن ديما في نطاق. زين قلت لك انا عامني شري بمليون و100، سنين اقب مليون و150 اصغر من اللي شريته عامني. فهمت؟ عامني شري بمليون و100 بالضبط. تو شفت واحد مليون و150 هو اصغر من اللي شفته عامني، فهمت؟ الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.